السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حق حلمة. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب رقم 24 من موقع الأوفر فان. هندخل ونشوف إثبات السحب بس بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل على موقع الاوفر فان عشان نعمل اثبات السحب رقم 24. هندخل الموقع، انا معايا 130 روبل، هناخدهم نسخ وهنقول سحب الاموال. هنسحب دلوقتي وبعد كده هناخد جولة سريعة في الموقع. هنكتب الرقم بتاعنا هنا لزق، بعد كده هنروح على الباير عشان اشوف انا معايا ايه. اخر حاجة وصلاني روبل و20 سنت. هنبتدي نعمل ريفرش، هنعمل ريفرش تاني روبل و20 سنت. هنرجع تاني على الموقع، هنبتدي ان احنا نقول سحب ونقول بسم الله. بالظبط يا جماعة، دفع الموقع معانا. لو نزلنا لتحت على التاريخ هنلاقي ادي 130 روبل ووصلوا على الباير. هنروح على الباير اخر حاجة الروبل و20 سنت. هنعمل ريفرش مع بعض، ادي 130 روبل وصل اهوت. وهندخل على اثبات السحب، هنلاقي هنا اسم الموقع الاوفر فان وهنا 130 روبل. نرجع الموقع تاني. بداية حابب اقول اي حد هيعمل استثمار هيعمل استثمار على مسؤوليته الشخصية. دي جملة انا بقولها في كل المواقع اللي انا بشرحها. هنبتدي نشرح دلوقتي ايه الموقع ده. الموقع ده موقع استثمار فيه 2 صيادين. الصياد الاول بيدي في 24 ساعة 110%، والايداع من روبل ل 999 روبل. الصياد التاني بيدي في 12 ساعة 150%، والايداع بتاعه من 1000 لحد 25000 روبل. لو حضرتك حابب تعمل استثمار هتبتدي تضغط على حساب التعبئة، وهتبتدي تيجي تكتب هنا الرقم اللي انت عايز تعمل له ايداع في الموقع وتدوس فوق عشان يحولك على الباير بتاعك وتبتدي تعمل الايداع. بعد ما تعمل الايداع هينزل هنا في رصيد الشراء، مش هيروح على حساب اي صياد من دول غير لما حضرتك تأذله. طب هنأذله ازاي؟ هنروح على الصيادين وهنبتدي هنا في الصفحة ديت نكتب الرقم اللي انا محتاجه. طبعا احنا بنعمل ايداعات بحاجات بسيطة، محدش يعمل ايداعات كبيرة. هنبتدي نكتب الرقم بتاعنا هنا وندوس فوق عشان يتحول الرصيد من رصيد الشراء الى رصيد الاستثمار، وتبتدي معاك 24 ساعة جديدة. طيب حضرتك معاك رصيد هنا في رصيد السحب بس مش عايز تسحبه، او عايز تسحب جزء وتستثمر جزء. هنبتدي نضغط على سحب الاموال، هيفتح لك الصفحة ديت اللي احنا بنسحب منها. لو نزلت لتحت كده ده تحويل المخرجات الى رصيد المشتريات. هتبتدي تشوف ادي التوازن بتاعك، هتكتب المبلغ بتاعك كده اللي معاك كله او عايز تستثمر جزء منه. هتكتب الجزء اللي انت عايز تستثمره، هتقول تبادل علشان يوصل معاك هنا في رصيد الشراء. بعد ما يوصل رصيد الشراء هتخش على الصيادين وتعيد استثمار المبلغ ده. كل حاجة في الموقع. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.